دق الاسم على يد الرجل الكبير يكون وشم أم لا؟ هو وشم، معروف أنه وشم، لكن إن فعل ذلك لأن هذا الشخص، لأن هذا الشخص يجري، الرجل الكبير يجري أهبل مجنون، يجري في الطرق ولا يستطيع الوصول إليه، فأحيانا يكتبون على على جلده اسمه وبلده حتى يسهل التوصل إليه. فإن لم يكن هناك سبيل إلا هذا فعلتم، وإلا فالأدوات الجديدة الموجودة الآن، أساورة ونحو ذلك، ممكن تؤدي الغرض.